الوصف اللي كنعيشوا حاليا ديال المهنيين يعني وصف في حد ذاته راه لا اله الا الله. يعني المهنيين مساكن عايشين في واحد الوضع اللي هو مجري نظرا لهذا الغلاء ديال الغازوال، الغلاء ديال المواد الاساسيه، وخص بالذكر هذا الغلاء ديال الغازوال اللي كنعيشوه يوميا. يعني حاليا المازوت وصلت لواحد الثمن ديال 17 درهم. السائق المهني ككل راه مسكين لا اله الا الله ما تلاقى يشيط ليه والو. داكشي اللي كان كيصور فاش كيشيط ليه واحد شوي كيمشي للستاسيون راه كيخليه. والمشكل ما عرفناه فين كاين، واش من الحكومه واش من هذا الشعب اللي ناعس. كنلاحظوا دابا واحد العدد ديال الهيئات اللي كتمثل هذا القطاع هذا، قوه الاجتماعات قوه اللقاءات ولكن بدون جدوى، لا اذن ساغيه ولا شي واحد يسمع ويلبي الطلب ديال هاد المهنيين المساكن. واحد العدد ديال المشاكل كتراكم عليهم والحقوق راه مسكين ضايعين فيهم نهائيا. والسائق المهني مسكين راه ما خلى ليه هاد الغلا ديال المحروقات والو. راه قلنا كان واحد الوقت كيصور واحد شوي واحد 100 درهم، وهاد 100 درهم الا قلنا كيصورها راه كيصور على يومين، لانه هاد المهنه هادي راه معروفه باللي السائق كيخدم 24 ساعه وكيجلس 24 ساعه. حيت واحد العدد كيسمع باللي السائق راه كيصور الفلوس، ولكن هو داكشي اللي كيصور راه خصك تقسمو على يومين. حاليا راه مثلا مسكين كيشيط ليه والو، لا جات ليه 50 درهم في هذا العصر اللي كنعيشو حنايا، فين واصل بها؟ واش ديال المعيشه؟ واش ديال راه مسكين راه واحد الحاله مجريه. هاد الناس كاع اللي عندهم دابا الخطوط الطويله راه هو بحال دابا عندك داكشي اللي كدي في داك الديبور فاش انطلقتي. الا جاب الله مشيتي لشي بلاصه مثلا ورجعتي ما كاين والو، الازمه كاينه راه حتى الازمه ديال البريص حاليا راه كاينه، راه ما يشيط لك والو الا تما، راه كضرب النهار يومين وكتجي راه ما يشيط لك والو. مازال الا جاب الله جبتي واحد شويه راه يقدر غادي تقول جات لك واحد شويه وما تفوت 50 درهم 70 درهم راه ما تفوتهاش نهائيا. عندنا المشكل هنا، حنا كنتعامل مع هذه الزكان عندنا نقطه الانطلاقيه الميم، حنا كنضرب هنا ثلاث ايام اربع ايام داكشي اللي كيعطونا الناس كلشي كنديرها في المازوت. وحنا الشيفور حنا فينا هي ديالي وفينا ديال الباترون وفينا هي السير ديال الطوموبيل وفينا هي سميتو. حنا عندنا سميتو الفاج كيعطونا 600 درهم وكندير 10000 في المازوت 11000 في المازوت، وبقينا حنا 4 ايام. خص هاد الناس يجيو يتحاوروا معنا. انا حنا شحال كتضرب الطوموبيل هنا في المحطه وشحال كنديه والباترون شحال غير تعطيه وسميتو، راه هادشي. السلام عليكم. وحنا انا عندي اربع ايام إيه. وانا عندي 6 نفوسه في الدار، اش غادي ناكل؟ واش غادي ناكل هنا؟ اش غادي ناكل مول الطوموبيل؟ اش السير ديال الطوموبيل فينا هي؟ واش هادشي؟ راه الناس صافي السلام عليكم. هادشي هاد القطاع مشاو كذا الدعم، راه حنا يدعموا لينا غير المازوط، حنا ما يعطونا شيء. خاص يرد المازوط، يلاه بغي يدعم المازوط. ولكن ما تستافدوش بشكل دوري ولا بشكل عمر؟ ما كيتستافد، ما كاين اللي يستافد، ولا الشوافر ما كاين اللي يستافد والو. الباترونات وسميتو الناس اللي كانوا هادشي هاد الناس يجيو يتحاوروا معنا هنا. الطوموبيل كتضرب هنا ثلاث ايام اربع ايام ودرتيها في المازوط، واش غاتاكل؟ الناس اللي عندك سميتو في الدار اش غياكلوا؟ وهاد الطوموبيل ما عندها الصير ديالها، ما عندها لا صورانس، ما عندها لا فينيت، ما عندها لا فيزيت، ما عندها سميتو. هادشي الله يرحمه والديك.